وداعا، نحبكم وسنعود بشكل أو بآخر. ومرة أخرى أود أن أشكر نائب الرئيس مايك بنس وكارن، وأود أن أشكر مجلس الشيوخ، عملنا بشكل جيد مع مجلس الشيوخ على الأقل بعض العناصر منهم، ولكن حققنا الكثير لم يعتقد أحد ذلك ممكن. أود أن أشكر مجلس الشيوخ وكل الأشخاص الرائعين في واشنطن العاصمة وكل الأشخاص الذين عملنا معهم لتحقيق هذه المعجزة. إذن أتمنى لكم حياة سعيدة، نراكم قريبا. شكرا جزيلا، شكرا.